ان القاطفه كاين جماعه راهي تدور على الديار ويدور وش القاطفه هادو تاع بكري علاش ما ينسبوا العمل هذا مادام عندهم قاطفه اللي عندها 40 و 50 سنه حابين ينسبوا ليهم العمل هذا تما مادام عندهم 40 سنه راهي تحم حنا هذه ما القاطفه اللي راهو اللي يبيع القاطفه هذه القديمه راهو يبيع في الارث تاعنا ويبيع في التقاليد تاعنا ويبيع في التاريخ تاعنا شي حاجه انك تبيع قلت راه ديما تتباع ما تتشرى هنا انا عاني عندي مثلا القاطفه هذه راهي عندها اكبر من 50 سنه ولا اكثر ما على باليش اكزاكت انسان بيكون صادق ما باش بصح راهي قديمه راهي مخدومه بالخيط بكري تاع بالخيط الفتله اللي يجي مذهب بالذهب ومخدومه بالكنتين ومخدومه بالجلوه حنا حتى القماش حنا كي نشوفوا النوعيه تاع القماش نعرفوا بلي القندوره هذه اسكو قديمه ولا جديده هذا راه ماهوش اينوكس هذا راه فيه ذهب هذا فتله فيها ذهب ماشي اينوكس كما نقولوا توضيح فقط بعض الاشياء لانه الان قاعدين نشوفوا في مؤخرا في اغلب كما نقولوا في اغلب القنوات الفضائيه والله راه في شبكات التواصل الاجتماعي انما راه كاين بعض الدول دون ذكر الاسماء انه راهم قاعدين ينسبوا هذه الصنعه ليهم هما حنايا راه برب ان شاء الله راه نثبتوا بلي الصنعه هذه راهي رزقنا وملكنا ملك للجزائر انو حنا نتفقوا برب ان شاء الله للمراحل تاعها من الف للياء حنبداو بالصنعه هذه كيفاش راهي تخدم لانه ما دام تنسب الصنعه هذه لك لازمنا على الاقل جيبنا المراحل تاعها كيفاش حتستخدم ماشي ايا كان راهو اللي حيقدر يهضر على المراحل تاعها لانه المراحل كبيره راهي هذه باش تستخدم قطعه كيما هذه راهي تتطلب اشهر شي خدمة تاع يوم والله تاع يومين وتمر قدام مرحلة يخشوا فيها ربعة من الناس ولا خمسة من الناس باش تستخدم قطعة كيما هذه القدرة تاع المجهود لأنه حنا كاين كيما نقولوا دو موديل تاع الصناعة تاع الصنطينة كاين المجهود وكاين الفتلة إذا اليوم إن شاء الله نبدا نحكي لكم على هذا المجهود نحكيو كيما نقولوا المراحل اللي حتمروا بها نسميوها كل مرحلة ونسميوها وفي فيديوهات ان شاء الله القادمة نحكيو بالتفصيل المهمين لانه هذا المجهود ما تقدرش تحكي عليه انه في دقيقة ولا في دقيقتين ولا في فيديو تاع 5 دقائق هذا يحتاج على الاقل ساعة باش تقدر تشرح الطريقة تاعو تاع العمل تاعو من الالف للياء قلنا يلصق طريقة معينة ومن بعد يقعد يشيح يوم او يومين ويتقل ما يطيرش ومن بعد تحكموا الطفلة حنا نقولوا له ترتاق تحكم هادو لي موتيف ما ميزش لانه مع الوقت كي يشيح الجلد هذاك يعاود يطلع وحنا نحكيو في بري برك كيما نقولوا بتفصيل صغير ومن بعد نخشوا في التفاصيل الكبيرة ترتقوا الطفلة ومن بعد تولي تخدموا تولي تغرزوا بيدها ثلاث خيوط هذا الخيط اللي سميناه المجبود تحت تستعمل أداة البرا وأداة الشفا هي قد تقعر بها لأنه هذا راه كارطون خشين ما تقدرش تدخل يدك فيه تدخل البرا بيدك لازم تقعر وتجبد وبالخيط والشفا وبالطبلة هذه كاين الأداة يسموها الطبلة الطبلة يحطوا عليه يحكموا هكذا ويخدموا باسكو تخدم بالطرف لي بارتي تخدم هكا بالطرف وتمشي وكاين اللي يخدموا كاين بنات يخدموا بالتتقال يتقنوا هكذا بجنب الطاولة ولا مائدة ولا وتخدم الجلوة الحرة الجلوة الحرة كانت هذه راهم يجيبوها من بلد إيطاليا سموا الجلوة أنه نسبة المنطقة هذه اسمها جينوا هذه في إيطاليا هذا القماش راهو فاخر كما نقولوا حاجه لي عزيزه ماشي حاجه لي اللي راهي 16 بارت ولا من دون الناس بعد صحابي